السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح الملخص الخاص بيونت 5 أو الوحدة الخامسة، كتاب كونكت، منهج برايمري 1 أو الصف الأول الابتدائي، ودي المراجعة النهائية والملخص الخاص بيونت 5. وقبل ما نبتدي في الشرح، أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يتابعوا معانا الشرح الجديد أول بأول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم علشان نكتب ونحل مع بعض. وما تنسوش المراجعة النهائية الخاصة بيونت 5 والوحدات اللي قبل كده، كلها موجودة على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك قناة فلاش التعليمية، والرابط أو اللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن أو الوصف أسفل الفيديو. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين قدامنا يونت 5، يونت 5 الوحدة الخامسة. It's my birthday. It's my birthday يعني إنه عيد ميلادي، يوم عيد ميلادي. Words and phonics الكلمات ومخارج الحروف أو نطق الحروف. Cake كيك يعني كيكة أو التورتة اللي احنا بناكلها في عيد الميلاد، دي اسمها كيك. كاندل كاندل يعني شمعة. أوليفز يعني زيتون. كولر يعني لون. كورد يعني كرت وجمعها كوردز يعني كروت. أويل يعني زيت. بالونز يعني بالونات. ونمبرز يعني أرقام. والكالرز زي ما قلنا هي الأورنج، أورنج يعني برتقالي. ريد ريد يعني أحمر. بلو بلو يعني أزرق. جرين جرين يعني أخضر. يلو يلو يعني أصفر. والنمبرز الأرقام هي 6 7 8 9 10. والكلمات دي كلها تحفظ بالكتابة وبالقراءة، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. وبيج نمبر 2 في ملزمة المراجعة هي نوت يعني لاحظ. لابد من معرفة استخدام الأرقام والألوان معا، يعني لازم نعرف نستخدم الأرقام والألوان معا. an orange cake يعني تورتة لونها برتقالي أو كيكة لونها برتقالي. two blue balloons يعني اتنين من البالونات لونهم أزرق. two blue balloons. كيفية السؤال عن العمر، how old are you؟ how old are you يعني كم عمرك. I am 6 years old أنا عندي 6 سنوات. I am 6 years old. ونتنقل للإجزام الخاص بيونت 5 أو الوحدة الخامسة، وهو إجزام 5 الامتحان الخامس. Supply the missing letter اكتب الحرف الناقص. وأول صورة هنا صورة تورتة جميلة وفيها شمعة، المفروض إن هي كلمة cake، وهنا الحرف الناقص حد يقدر يقول لي هو إيه؟ شاطرين، هو حرف ال A C A K E يعني كيك، يعني تورتة أو كيكة. تاني حاجة رقم 8 وهنا مكتوب E dot G H T، يبقى ناقص حرف A. حد يقدر يقول لي الحرف الناقص هو حرف A؟ شاطرين، هو حرف ال I E I G H T يعني 8 يعني number 8. تالت كلمة هي كلمة candle، ولأن في صورة شمعة موجودة فوقيها. candle can.le، حد يقدر يقول لي الحرف الناقص هو حرف ايه؟ شاطرين، حرف d candle يعني candle يعني شمعة. رابع كلمة هي كلمة balloons، balloons يعني بالونات. BALL.ONS، حد يقدر يقول لي الدوتس هنا مكانها حرف ايه؟ شاطرين، حرف الاو BALLOONS يعني بالونز يعني بالونات. ونتنقل لكويستشن نمبر 2، كاونت كاونت يعني عد.
وهنا في 1 2 فراغ او دوتس، 4 5 6 فراغ او دوتس، 8 دوتس، 10. يبقى هنا المفروض هنا 1 2 هنا المكان هنا يبقى موجود فيه ايه؟ شاطرين 3 4 5 6 بعد 6 ايه 7 شاطرين 8 دوتس 10 8 بعد ال 8 ايه 9 شاطرين كلنا شاطرين وحلوين. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. ونوصل لبيج 3 في ملزمة المراجعة أو الفاينل ريفيجن ليونت 5 وكويستشن 3 وهو complete the following sentences، يعني أكمل الجمل التالية complete the following sentences. وأول حاجة أول sentence هي how dots are you، يبقى how ايه؟ انا بسأل هنا واحد عمرك قد ايه، المفروض اقول له ايه؟ شاطرين how old are you يعني كم عمرك، old old how old are you كم عمرك. المفروض ان هو هيقول لي انا عندي 6 سنوات، فهو بيقول لي هنا ايه I am شاطرين am 6 years old، يبقى أنا عندي 6 سنوات. I am أنا عندي 6 years old يعني أنا عندي 6 سنين. ونتنقل question number 4 أو السؤال رقم 4. وquestion number 4 هو point to the object يعني أشر إلى العنصر أو الشيء. فهنا في عندنا أول كلمة هي كلمة blue، blue يعني أزرق. هل يا ترى ده البلو ولا هو ده البلو ولا هو ده البلو؟ شاطرين البلو الأزرق هو العنصر ده، فنعمل عليه علامة صح كده، واحنا كده ايه علمناه. تاني كلمة هي green، green يعني أخضر. ده الجرين ولا ده الجرين ولا ده الجرين؟ شاطرين ده الجرين او ده الاخضر، يبقى نعمل عليه علامة صح او ترو. تالت حاجة ريد يعني احمر، ده الريد ولا ده الريد ولا ده الريد؟ شاطرين هو ده الريد كولر او اللون الاحمر، نعمل عليه علامة ترو او علامة صح. ونوصل لكويستشن 5 وهو write with letters يعني اكتب بالحروف، write with letters اكتب بالحروف. اول حاجة number 7، حد يقدر يقول لي ايه هي حروف number 7؟ شاطرين number 7 يعني s e v e n. بعد كده number 8، حد يقدر يقول لي حروف number 8 ايه هي؟ شاطرين e I G H T number 8. بعد كده number 10، حد يعرف حروف number 10 ايه هي يا ولادي حبايبي؟ شاطرين كلكو it's T E N number 10. واخر حاجة number 6 او رقم 6، مين يقدر يقول لي حروف number 6 ايه هي؟ شاطرين S I X number 6. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. ونوصل لquestion number 6 وهو choose the correct answer أو اختار الإجابة الصحيحة. والجملة الأولانية بتقول 7 10 6 are
colors ولا numbers؟ 7, 10, 6 or A. Colors ألوان ولا numbers أرقام؟ شاطرين. numbers، numbers يعني أرقام. شاطرين. How dots are you؟ How old are you يعني كم عمرك، ولا how name are you؟ شاطرين. how old are you كم عمرك للسؤال عن العمر أو السن. our يعني ملكنا، it's إنه، it are ودي حاجة غلط، كلمة غلط. my birthday بقول بقى إنه عيد ميلادي، بقول إيه؟ شاطرين. it's my birthday إنه عيد ميلادي، وبعمل خط تحت it's. I am 6 dots 2 2 2. 2 الأولانية بمعنى إلى، 2 التانية بمعنى أيضا، 2 التالتة بمعنى رقم 2. أنا بقول لواحد أنا برضه عندي 6 سنين، أنا عندي 6 سنين أيضا، هقول له I am 6 2D ولا 2D ولا 2D. شاطرين. I am 6'2 يعني أنا عندي 6 سنين أيضا، TOO أو TOO. شاطرين. والجملة اللي بعد كده بتقول I can see a red apple يعني أنا أقدر أشوف red apple تفاحة حمراء، ولا red moon قمر أحمر. شاطرين. a red apple يعني تفاحة حمراء. والجملة اللي بعد كده I have one ولا four green balloons، أنا عندي بالونة ولا 4 بالونات خضراء. هنا في اس الجمع بالونس، مش بالون، مش بالونة واحدة، دي بالونس أكتر من بالونة، يبقى نقول one، واحد ولا four. شاطرين. I have four green balloons، أنا معايا 4 بالونات خضراء. والquestion اللي بعد كده بيقول yellow أصفر، green أخضر، blue أزرق، are colors ألوان ولا names أسماء ولا numbers أرقام. yellow green blue are، شاطرين، colors. colors يعني ألوان، طبعا هم ألوان، هم مش أسماء، هم مش names، وهما مش numbers برضه. ونتنقل للسؤال اللي بعد كده ونوصل ل question number 7 أو سؤال رقم 7، وعنوانه rearrange يعني أعد ترتيب. وقبل ما نشرح آخر جزء أحب أفكرك وأقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونذاكر مع بعض أول بأول. وأول كلمة في rearrange هي صورة بالونات، وهي ال A O B N L S O A. مفروض الحروف بتاعتها لما نعيد ترتيبها تبقى بالونز. بالونز الحروف بتاعتها ايه يا ولاد؟ بتتكتب ازاي؟ يبقى بالونز B A L L O O N S. شاطرين. تاني صورة هي عندنا يلو هارت، قلب اصفر. طبعا هنا الحروف بتاعت yellow color او اللون الاصفر، الحروف لما نرتبها هتكون ازاي؟ y e l l o w يعني yellow. ونوصل للكلمة التالتة وهي cake، زي ما احنا شايفين هنا في صورة فيها كيكة أو تورتة، وفيها الشمع أو الكاندلز بتاعت عيد الميلاد. طبعا لما نرتب حروفها تكون سي اي كي اي. وآخر كلمة هي كلمة جرين، طبعا لأن هنا في جرين ستار زي ما احنا شايفين، لما نرتبها تكون جي ار اي اي ان جرين. وبكده نكون انهينا البيج دي، وانهينا معاها شرح درس النهاردة. أتمنى تكون استفدتم. لو أعجبك الفيديو اعمل لايك، والأهم إنك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو مع أصحابك، حتى لو عن طريق الفيسبوك أو الواتساب، وخليك متأكد إن في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد.
وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.